الرجل الرابع والعشرون الذي ترجم له ابن الجوزي رحمه الله، هو الصحابي الجليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ابن أبي رباح رضي الله عنه. ذلكم الصحابي الذي تجد في قلوب المؤمنين محبة خاصة له لصبره وجلده وخدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر المؤذنون فهو أولهم، وأندى الناس صوتا وأعلاهم، وهو المبتلى في دين الله الصابر الذي كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنه ابن الجوزي رحمه الله: بلال ابن أبي رباح أو ابن رباح، بلال ابن رباح مولى أبي بكر، يعني أن أبا بكر اشتراه فأعتقه فصار مولا لأبي بكر. اسم أمه حمامة، أسلم قديما أي كان من أوائل من أسلم، فعذبه قومه وجعلوا يقولون له: ربك اللات والعزى، وهو يقول: أحد أحد. قال: فأتى عليه أبو بكر فاشتراه بسبع أواق، يعني سبع يعني وقية، يعني سبع وقيات، وقيل بخمس، فأعتقه، فشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، بلال رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يؤذن له حضرا وسفرا، وكان خازنه على بيت ماله، كان أمينا. شكل بلال رضي الله عنه خلقه، قال ابن الجوزي: كان آدم شديد الأدم، يعني لم يكن أبيض اللون، نحيفا، كان نحيفا رضي الله عنه، نحيفا لكنه كان قويا، طوالا، كان رجلا طويلا بلال رضي الله، أجنأ، أجنأ يعني أنه مرتفع الظهر منخفض الصدر رضي الله عنه. وهكذا حال كثير ممن ترجم له ابن الجوزي، إذا كبر في سنه يصير أجنأ. له شعر كثير بلال رضي الله عنه، له شعر كثير خفيف العارضين، خفيف العارضين، لم يكن سمينا لا في وجهه ولا في جسده رضي الله عنه. قال عن زر ابن حبيش عن عبد الله قال، وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الأثر في مسند الإمام أحمد، قال: كان أول من أظهر إسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. شوف الصحابة دي الألفاظ من ذاتها مضبوطة كيف، ما قال فمنعه قوم، منعه الله بقوم. وأما سائرهم يعني بقية الصحابة فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، يعني خدتوهم في سخانة الشمس. تعرف الشرك ده كما قال تعالى: إنما المشركون شنو؟ نجس. المشرك ده ما بيرحمك اللي لقى فيك طريق. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يدقك وينبزك الاثنين،
إذا صح التعبير، ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. المشرك ده الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحج: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وهسي حاصل تبجي تتكلم في التوحيد، ما تقول نادوا الله، ما تنادوا الشيوخ، في ناس في الجامعة ده بقربوا يأكلوك والله، تهابشهم بتلقى عقيدتهم في الشيوخ ذاته، وهي تلقى معلق الحجاب الخلق السماوات والأرض العظيم ما بيعتقد انه بيحميه، بيحمي حجابه ده، لأنه حتى لو قال لك بيحميني الله سبحانه وتعالى، لو قال لك ده عقيدتي قل له اقلع الحجاب، بيقلع، قل له شيل العقرب، قل لك يا زول بتطقني البس الحجاب لبسه، انت ما تقول له لكن هو لبسه، شيل العقرب بشيله طوالي، ده عقيدته في الله، والله ده عقيدته في حجابه ده، كان رضا كان ابو. عشان كده ابن القيم قال في غاثة اللهفان: من دعا غير الله فقد اشرك رضي او ابى، رضي او ابى مشرك. طيب فيصهرون قال لك وعذبون، قال: فما منهم انسان الا وقد واتاهم على ما ارادوا، يعني من باب الاكراه كعمار رضي الله عنه، قال: إلا بلا، وهو مغفور له، مغفور له إذا قال كلمة ترضي الكفار عند الإكراه، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه شنو؟ مطمئن بالإيمان. قال: إلا بلال، ده ما بديهم كلمة ترضيهم، قال: إلا بلال فإنه، شوف الكلمات الذكرى ابن مسعود رضي الله عنه، ولما زول إذا صح التعبير زي ابن مسعود قام في العلم يقول كلمات زي دي عن زول، معناه عرف الزول الثاني ده زول فوق. قال: إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله عز وجل. قال: وهان على قومه، يعني اتخذوا هين، هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال: فأعطوه الولدان، رسول الشفع أو الأطفال، فأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. شوف القوة دي، يسخروا به والشفع. هس في ناس قد الدين يخلوه خايف من كلام الناس، يقول لك: والله مشيت البلد الناس دي كلها وقفت على حيلها بس يعاينوا لك، ده شنو جانا جديد ده؟ ده ما جديد الشغل لهذا، ده قديم شغل. ما سمعت هارون عليه السلام قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ده قديم، يقول لك جيتوا بدين جديد، وناس غريبين جدا. القرآن ده جديد يا جماعة، عليه كلام، يعني شيء محدث جابه جديد، كلام غريب جدا. طيب، وقال قال محمد بن إسحاق: وكان أمية يخرجه إذا حميت الظهيرة سخانة، وسخانة مكة معروفة يا جماعة، بتختلف من سخانتنا دي، مكة وكذا وكذا. يا أخ أخونا شهاب، شيخ شهاب الله يحفظه، قال لي: مشينا بين مكة والمدينة، قال لي: جينا منطقة الحرم حل الصخور السوداء دي، قال لي: قلت أسجل تسجيل أقول شوف الصحابة هاجروا وجب المحل دي وسخانة ومحل وعيرة وكذا، قال لي: الموبايل أبا يشتغل من السخانة، جبت موبايل تاني أبا يشتغل من السخانة. تخيل حر زي ده، وما بتاع مكة، بتاع مكة، مكة أرض جبلية كما هو معروف. قال: وكان أمية يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره، يرقد عريان على ظهره إلا لابس إزار يغطي عورته، ويرقد في الأرض على ظهره. قال: في بطحاء مكة،
فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة. ما كمان راقد في السخانة ساي والشمس دار باو، لا، قال ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره. شوف الألم ده كيف، صخرة عظيمة يشيلوها وخدتوها فوق صدره وهو في السخانة دي. قال ثم يقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد. هذا التوحيد ده باقين عليه جد والله، مش توحيد يومين ثلاثة سجنوك ولا جلدوك ولا ناس البيت قاموا عليك ولا الزول الشغال معه طردك قال لك مش تاني ما تشتغل معاي، ولا ناس الحلة قالوا الزول لك الرهن البلد وكذا وكذا وكذا، ناس يمشي يفتحوا فيك المادة كم كذي ما بعرف. إزعاج عام، إزعاج عام، الله واحد في الفريق. وديك المرة شغالة بالليل أزوني القراب سببوا لي عذاب ولا يفتحوا فيها بلا عذبوا فينا نحن. طيب، فالإنسان يصبر على هذا التوحيد وعلى هذا الدين. قالوا عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده في صحيح في سنن الترمذي وفي صحيح سنن الترمذي للألباني رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله، يعني جوع عشان يخوفوني في الله سبحانه وتعالى، وما يخاف أحد أو وما يخاف أحد في الله سبحانه وتعالى أو وما يخاف أحد، لأنه خوفوني في وقت لا يكاد يخوف فيه غيري في الله سبحانه وتعالى، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون، ده الشاهد من الحديث، ولقد أتت علي ثلاثون ما بين ليلة ويوم، يعني شهر كامل، ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. أنا وبلال قال شهر كامل ما عندنا أكل يأكل ذول عنده كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. فالابتلاء إذا كان إنسان يبتلى بالجوع والتعب، في ناس بيصبروا في الشبع لكن ما يجوع تاني ما بيفهم شيء، يجوع يقول لك يا ذول الله بعد ده كذا كذا، يأكل المكروه والحرام ويهيج وكذا ولا يبالي. لكن الموفق ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلى آخره. الحديث الجاي ده يا جماعة وأيضا في سنن الترمذي وهو في البخاري، وفي سنن الترمذي وفي البخاري عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه، ده حديث يدل على مكانة بلال رضي الله عنه، حديث جميل جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال لقد سمعت دف نعليك في الجنة يا بلال، أو إني سمعت دف نعليك في الجنة يا بلال. في رواية الترمذي سمعت خشخشة نعليك في الجنة يا بلال، فقل لي أرجى عمل عملته؟ قال ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. دي يا جماعة فيها فضل النوافل، وفيها أن الإنسان يدخل الجنة برحمة الله لكن يعمل الأعمال الصالحة وهي سبب لنيل هذه الرحمة ليدخل جنة الله، لأنه قال له فقل لي أرجى عمل عملته. وفي هذا الحديث إثبات البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بالجنة، زول ماشي برجله في الأرض وعارف إذا مات بيخش الجنة، والبشارة لكن ما ابتلي صبر. وفيه فضل هذه الركعات التي يصليها العبد، صلي ركعتين قدر ما تتوضأ في غير وقت النهي، ما تصلي بعد الصبح خاصة إذا شنو الشمس جاية تطلع يا دوب ده وقت تطلع بين قرني شنو شيطان
وده وقت بيعبدوا الناس الشمس يا دوب دارة تطلع، ولا وقت تجي تغيب بعد العصر، ولا في منتصف الظهيرة إذا صارت السماء الشمس عمودية في كبد السماء، إذا صارت عمودية ده وقت اثنين. لكن تاني صلي بعد المغرب يتنفل، بعد الظهر يتنفل، بعد تطلع الشمس قيد رمح قريب متر تاني صلي. اللي هو ابن عثيمين رحمه الله قال ربع ساعة 15 أو 17 دقيقة تاني انت يتنفل. الزول يكون عنده نوافل يا جماعة، ما هو انت شوف في توحيد وفي فرائض وفي نوافل، شيطان ده دي حصون بيجي عليك، كان لقى النوافل أو بيقعد دار يدوك فيها هي. كان انت ما بتتنفل معناها بيجيك في شنو؟ الفرائض طوالي بيجيك فيها هي. انت تنفل وادعو الله سبحانه وتعالى واحتسب الاجر، احتسب الاجر من الله سبحانه وتعالى. والحديث ذا يا جماعه فيه فائده مهمه جدا ذكرها اهل العلم، ان العبد يكون له خبيئه من عمله الصالح، في اعمال صالحه تسواها قدام الناس، يعني مشروعه قدام الناس، زي صلاه الجنازه، صلاه العيد، صلاه الجماعه، زي الدعوه الى الله في الملأ كذا الى اخره. لكن الزول يكون عنده عمل صالح بينه وبين ربه. هس السؤال ده لو كان سألوه لغير بلال رضي الله عنه، لو النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم دخل بلال الجنة، أتدرون بماذا دخل الجنة؟ كان الناس هنا واحد ممكن يقول لأنه مؤذن، واحد ممكن يقول لأنه أوذي في الله سبحانه وتعالى فصبر. بلال ما ذكر الأذان في الحديث ده، ولا ذكر قبيل التعذيب. أرجى عمل عمل قال ما توضأت وضوءا إلا صليت. شنو يعني ده؟ أكثر عمل هو بيرجو فيه، وإذا كنت تخلص لله سبحانه وتعالى. طيب قال محمد بن إبراهيم التيمي: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده موقف موقف جميل جدا وهو حزين، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بلال، أذن بلال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبر قبل ما يدفنوه، فكان إذا قال أشهد أن محمد رسول الله انتحب الناس في المسجد، الناس بيبكوا. فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر: أذن يا بلال. فقال: إن كنت، إن كنت، قال لأبي بكر رضي الله عنه: إن كنت إنما أعتقتني لأكون معك فسبيل ذلك. أنت لو أعتقتني عشان أكون ملازم لك ما مشكلة، ده طريق أنا بسلكه وده لك. وإن كنت أعتقتني لله فخلني ومن أعتقتني له. لو أعتقتني لي الله خليني أنا وربي سبحانه وتعالى. فقال: ما أعتقتك إلا لله، ما أعتقتك لنفسي. قال: فإني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي تاني في المدينة دي ما بقدر أذن. قال: فقام حتى خرجت بعوث الشام، فخرج معهم حتى انتهى إليها، سافر إلى الشام رضي الله عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد اختلف أهل السير أين مات، فقال بعضهم مات بدمشق بلال رضي الله عنه، وقال بعضهم مات بحلب سنة 20 من الهجرة، وقيل سنة 18، وهو ابن 64 سنة رضي الله عنه وأرضاه. هذه سيرة بلال باختصار شديد، وإن كان هو أحق بأن يطول في سيرته. الرجل الذي بعده لم يعني في رجلين ترجم لهما ابن الجوزي رحمه الله بترجمة يسيرة، وإن كان الصحبة تكفي في فضل الرجل. والتراجم ذا يا جماعة كما ذكر أهل العلم إنما هي مواقف وبعض الأشياء
تذكر، وإلا فالإنسان إذا ذكرت جميع لحظات حياته فإن المجلدات لا تسع. لكنهم في النهاية بيأخذوا شنو؟ بعض المواقف وبعض الأشياء. وهذا قد يعني ينقل من سيرة الرجل ما يظهر، ولكن بين الرجل بينه وبين ربه أمور تخفى على هؤلاء المترجمين. ولذلك الإنسان قد يكون من أصلح خلق الله ومع ذلك لا يكثر له من الكلام في الترجمة، وإنما يموت خفيا ويبقى ذكره عند الله سبحانه وتعالى وتبقى مكانته عند ربه جل وعلا. أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال، مبجوز تسمية عبد الأسد، وإنما يعبد العبد لله وحده، عبد الرحمن عبد الرحيم إلى آخره. فمبجوز تسمي زول عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد الأسد، وإنما العباد هم عباد الله وحده لا شريك. طيب لو زول بالفريق ولا في الأهل اسمه عبد النبي، شوف ولده منو بس، قال لك ولده محمد، ثاني كورك لا أبو محمد كيف إن شاء الله كويسين، بس هو قماش ده من الجهل. طيب أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم أبو سلمة رضي الله عنه، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين ومعه امرأته أم سلمة. أم سلمة لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أمهات المؤمنين، وهي أم عمر ابن أبي سلمة الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أيضا هو صحابي. قال أبو أمامة رضي الله عنه: أول من قدم علينا المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة أبو سلمة. دي يا جماعة بتلقوها كثيرة، ناس يقولوا أول من قدم علينا مصعب بن عمير، ناس يقولوا أول من قدم علينا، وهذا يدل على أنهم يعني جاءوا مبكرين إلى المدينة. شهد أبو سلمة رضي الله عنه بدرا، شهد غزوة بدر، وجرح بأحد لما جاءت غزوة أحد، هي غزوة الأبطال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحمزة وعمر كحمزة ومصعب رضي الله عن الجميع وأنس بن النضر كما سيأتي الكلام عنه في موضع أحد التي ابتلي فيها المؤمنون ومع ذلك أبلوا بلاء حسنا رضي الله عنه. جرح بأحد أبو سلمة رضي الله عنه فمكث شهرا يداوي جراحه، بعد شهر وخلاص الجرح يعني صار كأنه شفي منه، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. فلما قدم من تلك السرية ومن ذلك المبعث انتقض جرحه، يعني الجرح تاني شنو اتفتح ورجع، ثم توفي رضي الله عنه. هذا ما ذكره له ابن الجوزي رحمه الله. من أفضل ما ذكره له قال: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته أو أغمضه بيده صلى الله عليه وسلم. توفي في سنة 3 من الهجرة أبو سلمة رضي الله عنه. ويكفي أبا سلمة ويكفي غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه في الفضل أنه كان متزوجا لامرأة صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. دي فيها فضل. كيف فيها فضل؟ لأن الله تعالى قال: الطيبات للطيبين، وإن لم تكن طيبة ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أنها طيبة فقد كان الذي تزوجها من الطيبين ما دام أنه مسلما كأبي سلمة
رضي الله عنه وأرضاه. والزول يا جماعة كونه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم مؤمن ويموت على الإيمان هو من أهل الجنة، وإن لم يسمى في حديث أو في آية باسمه، لأن والله لمن ذكر الصحابة ذكر الناس القبل الفتح والبعد الفتح، القبل والبعد أصله يا هو قبل يا بعد. قال وكلا وعد الله الحسنى، القبيل والأس والبعدين، وكلا وعد الله الحسنى. الصحابة ذيل كلهم في الجنة، ما في صحابي إلا في الجنة، صحابي إلا في الجنة تنطبق عليه والأوصاف دي. من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ومات على الإيمان وصحابي وهو من الجنة. برضو ترجمة قصيرة للأرقم ابن أبي الأرقم ابن أسد رضي الله عنه، قال يكنى أبا عبد الله أسلم بعد ستة نفر، وكانت داره على الصفا بمكة، جم الصفا الجبل المعروف، وفيها استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الناس فيها إلى الإسلام، وتصدق بها الأرقم رضي الله عنه على ولده. ودي منقبة يا جماعة عظيمة جدا، ودي تكفي، زول بيته خلاه مأوى للدين بل ولقائد الدين، هو النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يحارب فيه الدين وقائده وأهله. دي شجاعة وقوة عجيبة جدا، وده توفيق. ولذلك هسه بتلقى كثير من الناس في توفيق، واحد تلقاه عنده حوش كبير يسوي فيه اللقاءات العلمية، ما لقاءات تنظيمية وسرية دي ممنوعة، سوي له تنظيمات سرية وكذا تدريبات وحاجات أجنحة وأشياء دي ممنوعة، كما ذكر الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى في كتابه المعروف في الإمامة وفي لزوم الجماعة. لكن كونه يفتح بيته للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تلقى بعض القرى ناس تلقى الواحد زي ما مشينا بعض المناطق، واحد تلقاه في الجامع ما يلقى فرصة، يقوم يخذ له سماعات برا في راس البيت بتاعه وقاعد تحت بالميكروفون وبيتكلم والغرية تسمع. من هون عمنا الفاضل نحسبه الله وحسيبه، عمنا محمد أبو الشيخ أبو بكر آداب فنحسبه الله وحسيبه، فمشينا منطقته فحكى لنا زمان يطلعوا السماعات فوق في راس البيت، ومرات الكهرباء تكون قاطعة يشغلوا بشنو؟ بالبطارية. الكهرباء لما تكون قاطعة والحيشان كبيرة والناس يمرقوا والغرية هادية تراه الدعوة دي بتصل حتى الناس المعارضين، راجمات تجيهم، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصف. فالزول يا جماعة يسخر ما يملك في نصرة هذا الدين، كما سخر هذا واستعمل هذا الصحابي بيته لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. شهد الأرقم بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وتوفي وهو ابن بضع وثمانين سنة، عمره كم؟ 80 سنة، أكثر من 83 سنة، في سنة 55 بالمدينة. وصلى عليه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. إذا مد الله في الآجال ووفق نأتي ونذكر ترجمة عمار ابن ياسر وترجمة زيد ابن الخطاب ومن بعدهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.